التحقوا بنا عبر الهاتف دكتور عبد الوهاب تفالي، طبيب بمصلحة كوفيد 19 بمستشفى العامرية في عين تيموشنت. أهلا بك دكتور، أنت معنا على المباشر. أهلا وسهلا أخت كريمة وشكرا لك. إذا قبل أن نتطرق لتصريحات وزير الصحة، الوزير الأول يعقد اجتماعا تقييميا بعد الارتفاع المقلق لإذا الحالات وحالات الإصابة بكوفيد 19، يعني كانت هناك نقاط جد مهمة ألا وهي تعزيز تدابير الوقائية، وضع استراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس للمواطن، وفي الأخير تطبيق صارم للتدابير القانونية. نركز على هذه النقطة من منصبك، كيف ترى ضرورة التطبيق الصارم للتدابير القانونية في حالة ما إذا كان هناك من لم يحترم الإجراءات الصحية والوقائية؟ حقيقة السؤال هذا يخص الأسلاك التي لها يعني لكن كطبيب ما مدى أهمية ذلك؟ نعم كطبيب من التقييم تاعي على الوضعية الوبائية أنه كان انفلات، يعني وقعنا في انفلات تاع هذه الحالة، يعني صار تهاون لا من جهة الشعب ولا من جهة الحكومة. إذا لاحظنا في المدة الأخيرة هذه كانت نقص الامور ثم استقرت، ولكن مع التجمعات الحزبيه ومع حتى الشعب يعني اصبح يعيش حياته العاديه متناسيا لكل اخطار الكورونا. وتكلمنا هذا سابقا وما كان حتى الاسبوع الفارق، تكلمنا على التهاون وعلى التشكيك في الكورونا وعلى مدى الناس مش مصدقه بالامور. اذا الان وقعنا في انفلات، حالات تبدا تزيد 500 و 48، وربما توقع ان تزيد اكثر. نعم هنا يجب على الحكومه ان تكون تعيد دراسه الوضعيه وتقييمها والمرور الى حلول ناجعه، الا وهي توفير الكمامات. سعي الى وضع مخطط وباء، يعني يجب الان تفصيل في بؤر الوباء. نحن الآن نتلقى حالات 584 حالة فقط، ولكن نعم. ما لبناش في الولايات كمشهد الأمور ولاية بولاية كما كانت في بداية الجائحة، لاحظنا بعض التركيز البؤر الوبائية. أما الآن فهو هناك تعميم، والتعميم يعني في كثير من الأحيان قد يؤدي بنا إلى نتائج خاطئة. نتمنى أن يكون تفصيل في الإحصائيات في البؤر تاع الوباء. طيب بما أنك يعني تطرقت للنقطة التي تتعلق بالبؤر الدكتور عبد الوهاب، هناك بعض من المواطنين لا يقصدون المستشفيات هنا، ألا يمكن كذلك هذا أن يشكل خطر من ظهور بؤر جديدة للوباء في مناطق عدة؟ نعم، هذه الحقيقة أيضا يعتبر يعني مشكل، حتى يعني المرضى حتى يبقى يعالجوا البيت فقط، اذا تخوف انه لا مشى للمستشفى، ويعني تخوف قد نقولوا احنا نحسنوا لعونه المريض، يخافوا على المريض لا يروح ما يعاودش يولي، يعني فيها امور، ولكن قد يتسبب في انتشار. احنا لو كنا السجيجان صافا، يعني اصحاب ال 40 عام 50 عام امر مزمنه لا باس، اما اصحاب الامراض المزمنه الان مشكل في اصحاب الامراض المزمنه، خاصه مرضى السكري. مرضى السكري اصبح يعني الفيروس محب لمرضى السكري، يعني مرض السكري يؤثر عليه كثيرا، اصبح الفاكتور دو ريسك نيميرو 1. لو كان انازماتيك ولا ايبرتوندي يعاني من ضغط دموي لا يتاثر كثيرا كما يتاثر المريض بالسكري. او وجدنا حالات يعني قد يكون عنده 50 سنه 40 سنه المريض ولا يدري بانه مصاب بمرض سكري، ولكن عندما يدخل المستشفى على انها اصيب بمرض كوفيد على حسب السكانر نقول لي طوندي تاع لي ليزيون فريمون 50% 40%، منذ نقولوا نعملوا في التحاليل نجد انه مصاب بمرض سكري وهو لا يعلم. المهم السبب لنا في ما يسبب لنا في يعني يسبب في مضاعفات اكثر طيب نعم. أنتم اليوم سلك الطبي ممكن أن تجدون أنفسكم تعيشون نفس الظروف التي عشناها في السابق، وهذا جراء التخوف من موجة ثانية، لذا أبرز النصائح والإرشادات التي تقدمونها لكل المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية.
نصائح نوصي أنفسنا أولا وغيرنا، يعني حتى نحن في بعض الأحيان نتهاون، بعض الأحيان يعني نعيش حياة نحن مجتمع اجتماعي، نحن جزء اجتماعي بطبيعتنا، يعني نحب المقاعد، نحب يعني الآن أصبح الأمر يعني نصائح الناس كلها عالم بالنصائح، يعني كل شرائح مجتمع استفادت من كم كبير من النصائح. الإعلام ما زال الإعلام يزيد يوضح الصورة وتكون إكليكسي سموت على شوز، يعني توضيح صورة من طرف الإعلام من طرف الحكومة صراحة في المعطيات في البؤر، في يعني يجب أن يكون عمل ميداني مكثف حتى نصل نتائج. أما النصائح قدمنا نصائح العديد وكنا هناك العديد من يقدم نصائح، ولكن من يأخذ بها تقريبا هي نفسها، يعني هي واضحة يعني أصبح محفوظ الدرس أصبح محفوظ. نعم. إلا من أبى إلا بالفعل يعني في هذه القضية يعني يجب وتحلي خصوصا بكثير من المسؤولية، لأنه مسؤولية وجدية. نعم بالفعل. إذا دكتور عبد الوهاب تفالي طبيب مصلحة كوفيد 19 بمستشفى العامرية من عين تيمو شنت كنت معنا على المباشر وعبر الهاتف، نشكرك على كل هذه التفاصيل.